Bonsoir à toutes et à tous, c'est Zulkulawin, marhaba bikoum pour cette nouvelle vidéo nta lyoum. Bien sûr, sebt 19 octobre 2024, كنتو تسمعوا في سامي اللوراس. C'est un artiste chaoui, il est un militant, c'est un militant de la cause berbère, de la cause chaoui. راح نتكلم لكم
هلا شي هذه بعثوا لي واحد الناس ما بعثوا لي واحد فيديو داروها من هزوها من لوان تي في من القناة الشبابية هذيك، وهذا الناس هذو غالهم الحال بزاف بزاف من هاد المسؤولين تاع البلاد. المسؤولين تاع البلاد هذو كما تعرفوا لو كان ماهمش الجيش الوطني الشعبي اللي ديما نهيه وديما نقول لهم نتوما راكم تاج على راسنا كما يقول واحد، وكل الامنيين تاع البلاد، الجزائر راهي اليوم راهي راحت، كانت بزاف مشاكل داروهم هاد الناس هذو، وديما اللي يجري هو الجيش، وديما لي سافي سيكوريتي هما اللي ديما يواجهوا الصعوبات ويواجهوا المشاكل. الناس هذو من اللي استقلت الجزائر وهما يديروا في المشاكل، من اللي استقلت الجزائر كوديتا، نحي بن بلا، جيب الاخر، نحي الاخر، جيب هذا، نحي هذا، من هذا كاملين باش هما يسيروا البلاد. ما بيهم لا الجزائر لا الشعب لا الشهداء، لا يكذبوا عليكم اللي يقولكم باللي هاد المسؤولين هذو نتاع السياسيين راه والله لا يهمهم بشر، والله لا يهمهم بشر، ديما جايين يحبوا ينعتوا رواحهم زعما هما زعما بحاجه كبيره. وحنا والجزائر وتحيا وتحيا، وحنا هي راهي الريح في الشباك ما كاين والو. الشاك فوا الشاك فوا، اسمحوا لي راح نقول واحد الكلمه ماشي مليحه ما نقولهاش، الشاك فوا يقعدوا يديروا الخماش باش ما نقولش حاجه ماشي مليحه. وشكون هو اللي مسكين اللي سلك؟ هو هذو الجيش الوطني الشعبي واللي سافي سيكوريتي ومعهم الشعب مسكين. حتى في التسعينات هما لي سبايب الشي اللي صرا، 200,000 جو دو بيان 200,000 جزائري، هاد المسؤولين هادو المسؤولين هادو اللي كانوا من قبلهم في التسعينات هما اللي وصلوا لهذا الشيء هذا. علاش يلعبوا بالشعب ويلعبوا بالدوله وهما خطر على الشعب وخطر على الدوله؟ نقولها ونعاودها، سينو كيفاش يرحم باباك؟ اعطي لي انت تفسير ل كيف اسمه القانون تاع الجزائر في الدستور، الدستور تاع الجزائر يقول الدستور تاع الجزائر المادة 42 يمنع على اي واحد باش يدير حزب سياسي تحت غطاء ديني جهوي او لغوي. واضحه il est interdit l'article 42 de la constitution interdit à toute personne de créer un parti politique sous comment il s'appelle sous l'égide de la langue hein, ou de la régionalité, c'est-à-dire régionale, ou sur la religion, sur l'islam. ممنوع ما دير لا حزب اسلامي لا حزب جهوي، قال حنا الشاويه ولا حنا القبائل ولا حنا، ولا ما ديرش ثاني كيف كيف على اللغه. واحد يقول انا فرانكوفون الاخر عربوفون الاخر، خاطر دير مشاكل البلاد والبلاد تروح، البلاد تروح ويثوروا هما يروحوا يمدوا لاكريمون للفيس، يمدوا لاكريمون للفيس. والوقت هذاك كان حتى الرئيس ماهوش لهنا، كان في الخارج، هو كان في الخارج، هما راحوا داروا لهم الطومبون عطاو لهم العلي بالحاج وجماعه قال مي اي روحوا ديروا الله. وهذا كل باش ما يكونوش المشاكل، وهذا كل باش يسكتوا الاسلاميين. وقال لك حسنا تشوف نديروا غول، غول صغير، غول صغير باش يبدا ياكل في الشعب، ومن بعد ندخلوا حنايا ونجيبوا العسكر وهذا ونبقاو حنا ديما باقيين. هما ديما يحبوا يديروا كيما هكا، علاش يحبوا يخليوا ديما الارهاب باقي؟ رغم ان الارهاب تغلبت عليه، لي فور سيكوريتي تغلبوا على الارهاب. ما كانش دوله في العالم اللي تغلبت على الارهاب كيما الجزائر بفضل لسبب سيكوريتي فولدير. مي هما ديما ماذا بهم يخليو الارهاب باقي، علاش؟ باش قال تسكتوا وتخليونا قاعدين فوق الكرسي ولا نجيب لكم الارهابيين كيما حبيتوا. قريب يزيدوا يعاودوا يديروها في التحراك نتاعهم، هذا التحراك اللي داروا هذا قريب يزيدوا كيف كيف. يا اخي شفتوا داروا الغول الصغير هذاك في التسعينات، ومن بعد الغول كبر 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 وراح ياكلهم هما، بعد راح ياكلهم لو كان ماهوش خرج الجيش وخرجوا لي فور سيكوريتي والناس مساكن اللي خرجوا ماتوا على جال هاد الناس هادو اللي حاكمين، يحبوا ديما يبقاو حاكمين للسلطه. معليش حنا كنا دوك الناس هادو تفيق
دوك الناس يفيقوا ويخليو يديروا الديمقراطيه ويخليو الناس تخدم ويديروا الدوله كما الدول الكل. اليوم يا اخي ما فيهاش هذا فلان ولا فلتان ولا هذا الاخر ولا الاخر ولا منا، خليونا من هالشكل كاملين. كاين احزاب نديروا احزاب فيهم، نحيو علينا الاحزاب الاسلاميه هذه باش ما يديرولناش مشاكل كما التسعينات، ونخليو الاحزاب الديمقراطيين في بعضهم، الاحزاب الحزب اللي فوط عليه الشعب يجي البروغرام نتاعو ويحكم 4 سنين 8 سنين ولا 10 سنين يبدل يجي حزب واحد اخر كما في الاوكسيدون. في الغرب، في الغرب عندهم لا دروات عندهم لا غوش عندهم السونتر، هادو هما واش عندهم لا دروات لا غوش سونتر، كل خطره واحد ما يحكم منهم كل خطره يتبادل هذا وتبادل على السلطه، واللي جا دار مليح نزيدو نفوطيو عليه. لا لا، يبقاو ديما هما، يبقاو ديما هما. علاش يجيب لك لا فلان ويجيب لك لا فلاندي ويجيب لك هذو جماعه السوقات نتاع الاسلاميين هذو باش يطيشوهم حشاكم طرف تاع الحم كي القطه ذاك ولا كي الكلب هذاك يطيشوه هاك هاك اسكت عليهم. اوكي ها ها، اعطي لهم زوج مناصب ولا ثلاث مناصب ولا وقعدوا كيما هكا، ونبقاو ترافيكيو ونبقاو ديما نماكييو، وتبقى ديما البلاد كيما يقولوا هما راكده على 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 فولكون، على فولكون، والفولكون هذا قادر يتفلك في كل وقت، قادر يتفلك في كل وقت. ما حبسوش من هذا، ما حبسوش من هذا، زادوا راحوا يتلاحوا على الناس، ما خلاو اسبانيا، ما خلاو فرنسا، ما خلاو اسرائيل، ما خلاو الامارات، ما خلاو النيجر، ما خلاو ليبيا، ما خلاو الناس كل يوم ضد الجزائر. الناس اليوم اللي تهضر معاه يقول لك هذه البلاد هذه رأي لطيف منها. علاش البلاد لطيف منها؟ اسكو البلاد ماهيش مليحه؟ اسكو الشعب تاع البلاد هذه ماهوش مليح؟ لا، المسؤولين هما اللي وصلوا هذا الشيء هذا كامل ومازالوا يكملوا عليها، ومازالوا يكملوا عليها. اليوم الجزائر محطوطه في لا ليست نتاع ليزامريكان ونتاع اسرائيل باش كيكملوا مع ايران ويكملوا مع لبنان ويكملوا مع الحوثيين يجيو لينا حنا، وهم والله لا على بالهم. اونديري يديروا بالعاني، اونديري يديروا بالعاني. زادوا ما حبسوش، ما حبسوش، راحوا زادوا داروا لنا المشكل تاع الماك. هم هما جرتهم، الماك هذا المسؤولين هذو هما اللي داروه، هما اللي داروه. كيفاش؟ باسم هذاك زيرو قبايلي، ما كانش القبايل واحد يحكم، نحي الدرابو نتاع الامازيغ، ما نستعرفوش بالامازيغ، هما وجماعتهم هذو الاسلاميين هذو ديما يديروا في المشاكل هذو. كرهوا منهم رب القبائل هذو، قال لك عمي ايا نخرجوا خلاص، اي ايا نخرجوا خلاص، حنا كي عاد الناس هذو ما يستعرفوش بينا نخرجوا خلاص. راحوا داروا الماك، الماك هذا راهو اليوم الملف نتاعو راهو بارتو، داروا ملف كبير وداروا حكومه في الخارج، وراهم يجريو مع الامم المتحده ومع الكونسيل سيكوريتي ومع لي زورغانيزاسيون نون غوفرنمونتال، يقول لهم يا ولدي اعطيونا حقنا، حنا ما نحبوش نعيشوا مع الناس هذو، الناس هذو ما يستعرفوش بينا، ما يستعرفوش بلغتنا، ما يستعرفوش بالدرابو نتاعنا، نحبوا نخرجوا. وهما حاطينهم هنا ارهابيين، يلعبوا يتمسخروا يتمسخروا بالشعب، حاطينهم عندهم ارهابيين، والناس كيروحوا كيف اسمه يروحوا للامم المتحده ويروحوا للاتحاد الاوروبي ويروحوا منا يجيبوهم هنا يقعدوا قدامهم. واحد انت ارهابي تقعد قدامه؟ يكون بحال قال اخويا انا ما نقعدش قدام ارهابي، قاعد ارهابي ما نقعدش معاه، علاش تقعد معاه صاحبي؟ كيفاش انت يا منا تصنفوا ارهابي، ويا منا كيجيبوا كيجيبوا لك جماعه اصحاب العصا الكبيره يقول لك ارواح تروح تقعد قدامه وتبدا تبرر وحنا 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 وحنا. يفهم روحك صاحبي، انا ما نقعدش مع ارهابي، انا لو كان نحط واحد ارهابي قال انت راك ارهابي لو كان يجيبوه هو ينخش ما نقعدش معاه. مين داك تروح؟ تروح لونو تقعد معاه، تروح للاتحاد الاوروبي تقعد معاه. سبحان الله، فهموا روحكم شويه. دونك الدوسي نتاع الماك راهو محطوط، راهم يستناو برك في لوجور جي باش نتفاهموا مليح. انا نقول لكم هذو لي ناسيون جوني الامريكان وهذو لي تاع الاوكسيدون راهم لقاو ضربه كبيره، هذه هي الضربه تاع الماك، هي اللي فلقوا بها الجزائر. هما ماهوش يعني راهم يحبهم في الماك ولا يشتيوا الماك ولا غير نحيو من بالكم، هذه هما لقاو السبه هذه نتاع الماك باش يفجروا البلاد، باش نتاهوا مليح، باش يفجروا البلاد. كل واحد يروح خاطر شخدو الصباح كيجيب لك يعطيو الحق لهذو الماك، قال اخويا عندهم حقهم يخرجوا وحدهم، ويجيب لك العسكر نتاع كيف اسمه هذو كيف اسمه لي كاسك بلو يحطهم لك في الجزائر، ثم يقول لك اقسم. واش تقول له؟ تقول له تقول له لا لا يا روحي بومباردي عزرين نتاعك بالحرام غير بومبارديونا. ها كيما الكونسي سيكوريتي يقول لك حط الكاسك بلو، تقول انت لا ما تدخلش، تقدر انت تضرب لوطون تاع تقدر تضرب انتوما منا. دونك اسمحوا لي هذا واش يستناو، هذا هو واش يستناو. داروا الماك، حنا نقول لهم يا ناس عيب عليكم، ها
هاد الماك هادو راكم نتوما اللي درتوهم، درك لازمكم درتوها بيديكم ولا بسنكم، حلوها كيما بغيتو، حلوها كيما بغيتو. نورمالمون نروحوا لهاد الناس هادو نعيطوا لهم قال اسمع محمد هادي هي بلادك، وانت تجري باش تقسم بلادك مولده ولا واش؟ انت تجري تمد تمد في السلاح نتاعنا، تمد فيه لونو، وتمد فيه الاتحاد الاوروبي، وتمد فيه الناس اللي تكره الجزائر باش يضربونا يقسمونا البلاد. وعلاش؟ روح اخويا دير حزب على روحك اخويا، ونشط على روحك. وحنايا كيما قال واحد، الناس كل على بالهم، ربي على باله والناس كل على بالهم باللي حنا رانا امازيغ، رانا امازيغ. اللي يحب يحب، واللي كره كره، واللي ما يحبش يجي نهار يحب لا ربي. انا نقول هكا، اللي ما يحبش يجي نهار يحب لا ربي. نزيد نعاودها لكم، انا نعاودها لكم هذه ثاني، وكونوا في حوله قولوا لا، كونوا في حوله غدوه كي يجيب لك كاس بلو يحطهم لك في الجزائر قولوا لا، ما نستعرفش. كونوا في حوله كيما اليوم راكم تبروفوكيو في الناس، وقال ما نستعرفوش بالامازيغيه وما نستعرفوش بالامازيغ، وحنا رانا عرب. كملوا غدوه كي يجيبكم يجيبوا لكم لي كاسك بلو، كونوا رجاله وكونوا في حوله كلهم هك، باش تشوفوا ساعه كيفاش رب الجزائر تتفلك تروح. هذا واش تحوسوا انتوما؟ هذا واش تحوسوا؟ ومازالوا قبيل كانوا بعض من الناس عندهم الحق، بعض من الناس قالوا يا سي منصف شوفوا كيفاش لي بروفوكاسيون اللي راهم يبروفوكيو فينا. انتوما راكم تقولوا لا، نحبوا الجزائر تبقى موحده، وتبقى الجزائر كما قال واحد كما كنا، ونعيشوا مع بعضنا كامل كما قال واحد. بصح هذه راهي بلادنا، هذه راهي بلادنا، اللي حب حب واللي كره كره. هذه بلاد الشاويه، وبلاد القبائل، وبلاد التوارق، وبلاد الامازيغ. واللي حب حب واللي كره كره. عمرنا ما كنا عرب وعمرنا ما نكونوا عرب، عمرنا ما كنا عرب وعمرنا ما نكونوا عرب. واذا تحبوا تقولوا بلي ماناش امازيغ، اي با يا خويا روحوا لونو كيما قال لك، روحوا لونو يا خويا. اذا ما هاد الجزائر هذه نتاع العرب، اي با الامازيغ يخرجوا، هذا مكان نخرجوا كل اخويا، يخرجوا الشاويه، يخرجوا القبائل، يخرجوا بني بزاب، يخرجوا التوارك، نخليوها لكم يا خويا. وحنا نروحوا خلاص نشوفوا مع الامم المتحده تعطينا وين نروحوا، هذا مكان. كيف كيف حتى ليبيا، حتى تونس، حتى المغرب، حتى وين كان واحد امازيغي لازم نخرجوا، نخرجوا نخليوها خويا. قال هذا ولا هذا نتاع العرب. انتم لا نضربكم لا نثور عليكم، لا قلتوا يا ناس انتم راكم ماهيش بلادكم اخرجوا، ما قلتوا يا خويا لا هذه بلادكم اخويا، ها خدموا على روحكم وانا قاعدين معاكم وخلاص. ما تحبوش وقاعدين تبروفوكيو في الناس، تبروفوكيو في الامازيغ. مي اتونسيون، انا نقول لكم ما تلعبوش بالنار يا ناس، راهو اذا تقسمت البلاد واذا تحركت البلاد راكم انتم. شفاو مليح على هاد لا فيديو هذه، شفاو مليح يا المسؤولين تاع هالبلاد اللي راه قاعدين تلعبوا. خاطرش العسكر هذا نتاعنا مسكين ده غالب عليه، ما عنده ما يدير. العسكر واجه الصعوبات كاملين، واجه الارهاب، واجه الناس منا لي فرونتيير يعس فيهم. بصح اسمح لي، جاي نهار وين العسكر نتاعنا ما يقدرش ما يقدرش لهاد الناس هادو، ما يقدرش. انا نقولها لكم من دركا، غير متهنيين صح، حكم البلاد منذ 62 والعسكر هو اللي يسير، هو يجري، هو يمنع. انتم تشعلوا النار هو يطفي، انتم تشعلوا النار هو يطفي، انتم تشعلوا النار هو يطفي. مي دوكا لو كان يجيو قدام لوطون، وقدام ليزاميريكان، وقدام الكونسيل سيكوريتي، ما يقدروا يديروا والو، ما يقدروا يديروا والو. كونترير لو كان يزيدوا يديروا حاجه ثم وين تدخل علينا، يضربونا ب 70 دوله، يضربونا ب 70 دوله ويقسموا البلاد ويديوك ساعه. هما كيما قال الماك، تحبوا انتم القبائل هاي روحوا ديروا هاي لكم، هاي لكم، هاي ما عندكم ني بترول ني غاز ني عزان الدنيا. عندكم 10 كيما قال واحد دي فيل ديوهم، والباقي خاطيكم انتم. هاي خلي الشاويه يروح يديو الزبل نتاعهم من هيه حتى لتبسة، والصحراء خاطيتكم يديوها ناس اخرين، يجيو هما يديو البترول ويديو الغاز ويديو الخيرات كامله، ونبقاو حناك الساعه كيما قال واحد تصرنا كيلي لا يوغوسلافي، صرنا كيلو يوغوسلافي. الجزائر تروح بكل، تروح بكل. سبحان الله، عيب عليكم يا مسؤولين، حرام عليكم الشيء اللي راكم ديروه فيه. يعني تبروفوكيو انتوما في الناس، انتوما جزائر عربيه، منين جات الجزائر العربيه؟ منين جات الجزائر العربيه؟ منين؟ منين جات؟ تحبوا ترجعوها عربيه بلا ربي ولا واش؟ تحبوا ترجعوها عربيه بلا قسمنا رزاق ولا؟ ها قلنا لكم ماناش عرب اصاحبي، ما تفهموش؟ واش من لغه نهضروا لكم؟ واش من لغه نهضر لكم؟ شكون هما العرب؟ قولوا لنا شكون هما العرب؟ شكون هما؟ الشاويه عرب؟ القبائل عرب؟ التوارك عرب؟ البني بزاب عرب؟ الشناوه عرب؟ شكون هما العرب؟ فهمونا شكون هما العرب اصاحبي، شكون هما العرب؟
وما زلتوا تجيبوا لنا الناس اللي جاوا قتلوا والدينا وذبحوا والدينا، تجيبوهم اليوم وتحطوهم في التلفزيون وقال راهم ابطال. عقبة بن نافع بطل، عقبة بن نافع المجرم الكريمينال عرب بطل، بطل يعني يعني اللي قتل لنا جدودنا تحطوه انتم بطل. هذوكم هذو هما مسؤولين راكم دير الشيء راكم ديروا فيه. يبقى باش نقول لكم تحملوا مسؤوليتكم، تحملوا مسؤوليتكم اليوم ولا غدوه مي عن قريب. انا نقول لكم تحملوا مسؤوليتكم، شوفوا واش بعثوا لي قبيلة الناس. تفضلوا. انا وقفت على المحيط مناديا رب السماء بمطمح الفرسان، ولقد مشيت على مسارك باكيا حتى انتهيت الى المدى الروحاني. انا وقفت على المحيط مناديا رب السماء بمطمح الفرسان، أنا قفلت على الشهادة مقبلا تبني الصعود إلى جنى الرضوان. فإذا الجزائر أمة عربية أنسابها تعلو إلى قحطان، فإذا الجزائر أمة عربية أنسابها تعلو إلى قحطان، قد علمت بالضرب خير حضارة ملكت علي جوارحي وكياني ريح التقى أم نفحة الريحان. تلك التي من روضكم تغشاني، تلك التي من روضكم تغشاني. الشبابية راكم تشوفوا كيفاه الشعر هذا. الجزائر أمة عربية، واش راح نقول لكم يا ناس؟ عندكم الحق، عندكم الحق. الناس اللي بعثوا لي هذا الشيء هذا، أنا شاوي نعطيكم الحق. الشيء راكم تقولوا فيه وراكم الشيء اللي ديروا فيه، هذو قاعدين يبروفوكيو صح، سون كونتخان دو بروفوكي في لي أمازيغ. واش راح نقول لكم؟ يتحملوا مسؤوليتهم وخلاص. واش راح نقول لكم؟ حنا قلناها ونعاودوها، قلناها ونعاودوها، واللي يحب حب واللي ما يحبش الله لا يجعله باش يحب، وعنده ربع حيوط يضرب راسه. حنا رانا عاودنا وقلنا حنا رانا ماناش عرب، اوني با دي زراب، وكونوا فحوله. انا قلنا لهم هالمسؤولين هذو كونوا رجاله برك، وخلينا نفضوا هالمشكل هذا. المشكل هذا راح يبقى ديما هكذا، راح يبقى ديما تلوحوا في الناس في الحبوسات وتضربوا في الناس وتعكروا في الناس وتضربوا في الناس. وزيرو قبايلي والشاويه اللي تكلم تلوحوا في الحبس، والقبايلي كمل تلوحوا في الحبس. ما تصلحش هذه، ما تصلحش. كيما يقول الانسان بابا الله يرحمه يقول للناس قوم ولا طلق، قوم ولا طلق، وحده منهم. وبيان راكم رجاله وفحوله. قال ما كانش رب الامازيغ هذو هنا في البلاد، خلاص ما كانش في الجزائر. يا خويا اللي يحب يقعد هنا عربي، ديروا حتى لي كارت ناسيونال، كونوا فحوله، كونوا رجاله بالعميه، كونوا رجاله، ديروا في كارت ناسيونال الجيريا عرب، سيتو. كونوا رجاله نتعرفوا بكم. حنا بعد ما نقعدوش، حنا نروحوا، نروحوا اصاحبي نروحوا، ماناش عرب حنا، ما نقعدوش معاكم. انتوما متهموش ولا واش؟ حنا وني با دي زراب، انتوما راح ترجعونا عرب بلا قسام الارزاق ولا كيفاه؟ ما فهمتش انا، جي با كومبخي. حنا رانا نقولوا فيها الشاويه اللي باعوا ظهورهم الله لا ينقل على باباهم. الشاويه اللي يقول لك حنا عرب يا خويا يروحوا مع العرب، الله يسهل عليهم. بصح حنا 10% الشاوية، 10% نقول لكم حنا ماناش عرب، وني با دي زرب. حنا نخرجوا، حنا نخرجوا نروحوا. اعطيونا برك اخويا. قال لا، قال الجزائر هذه فيها العرب والمسلمين، اللي ماهوش عربي واللي ماهوش مسلم يتفضل يبعد علينا. وديروا دي كارت ناسيونال الجيريان عرب مسلمون، باش يتهناو، يتهنى
كما يقولوا هما الفرطاس من حكام الراس. نتوما ما تحبوش ديروا شي هذا، تبقاو تلعبوا طلاق جباد طلاق جباد طلاق جباد. هاي وي حنا امازيغ ما كانش، لا لا حنا امازيغ نحيد ربوت على الامازيغ، ها من الامازيغ لا ما كانش الامازيغيه، هاي هاي الامازيغيه لغه وطنيه احبس ما كانش، بصح العربيه هي كلش. اي ما تلعبوش بهذا الشيء هذا، راهو يلعب بالنار يتحرق باش نتاهو مليح. انا نقول لكم يا ناس، راهو هذا اللعب يتلعبوا فيه راح يحرق البلاد، راح يتنحى البلاد، البلاد راح تروح. شوفوا مليح على هذا لا فيديو، شوفوا مليح يا جزائريين على لا فيديو هذه. وحنا ماذا بينا هاد الناس المسؤولين هادو الرجاله الفحوله هادو يكونوا فحوله ويكونوا رجاله في الخطره. يا خويا ما نستعرفوش بكم، ما نستعرفوش بكم، ما نستعرفو لا بالمسيحيين لا باليهود لا بالامازيغ لا والو. اللي يحب يقعد في البلاد لازم يقبل كارت ايدونتيتي عربي مسلم تكور، ما كانش الباقي ما نستعرفو حتى بواحد. هذا ما كان، الناس تفهم روحها، الناس تفهم روحها. حنا 10% نتاع الشوية نقارونتي لكم، لو كان ديروا كيما هك انا الاول اللي نحكم الطيارة ونمشي، انا الاول انا الاول نحكم الطيارة ونمشي. وقال اخويا ما بقناش حنا ما قاعده مع الناس هذو، مادام حنا ماناش حنا امازيغ ما عندناش بلايصنا هنا، وهاد الناس هذو بلادهم، حنا نروحو نشوفو مع لونو يعطيونا بلاصة، نروحو اخويا نروحو حنا نشوفو يعطيونا في بلغاريا يعطيونا في ما على باليش وين نمشيو. بصح تبقاو تلعبوا هكذا جبات طلاق جبات طلاق. انا نقول لكم يا ناس، راكم رايحين تاخذوا البلاد، راكم رايحين تاخذوا البلاد باش نتهموا مليح. اي ما عادش تاكل هذا الشيء هذا، ديروا واش بغيتوا، اي ما عادش تاكل، هاي جايه راهي ما تطولش يا مسؤولين، راهي والله ما هي مطوله. اش شوفوا تشوفوا خلي يتموا برك مع هذه مع كيف اسمه مع لبنان ومع غزه، يتموا يقفلوا الدوسي نتاع لبنان وغزه ومن بعد جايين وايران وهم جايين لينا، راهم جايين لينا. افريوها معاهم، كونوا فحولة افريوها معاهم. انا لو كون جيت منكم نفريو المشكل قبل ما يجيو، نفريو المشكل قبل ما يجيو. قال اخويا حنا ما تسالوناش، حنا رانا عرب قاعدين في بلادنا، هاد الامازيغ ما نستعرفوش بهم، ما نستعرفوش بالمسيحيين، ما نستعرفوش باليهود، حنا مسلمين وعرب، هذه بلادنا. اللي معي اخويا الناس الباقي يخرجوا علينا، يخرجوا علينا. اعطيو لهم ميم قال لي اكسبيسيون، اكسبيسيون للامازيغ. يفوني زيكسبيسي يا صاحبي، الامازيغ ما عندهم ما يديروا في الجزائر، مادام ما تستعرفوش بهم، مادام ما تستعرفوش بالامازيغ، ما تستعرفوش باللغه نتاعهم، ما تستعرفوش بالدين اللي يحبوا يعتنقوا هما دين المسيح ولا دين اليهود، ما تستعرفوش به، انتم ما تستعرفوا الا بالاسلام والعروبه. ايه بقى خويا ليكم، احكموها انتم وخلاص، حنا ما نديروا مشاكل للبلاد، ما نحبوا يضربوا البلاد، ما نحبوا والو، نجيو خارجين وحدنا نورمال، نجيو خارجين وحدنا نورمال، نسامحوا لكم اسيدي، نسامحوا لكم. مي كتبقاو هكذا ما نضربك ما نثور عليك، راكم قاعدين فوزيتون تخان دو بروفوكي بالعاني باش الناس تزيد تثور، باش الناس يجيو يديروا مشاكل وماهيش في صالح حتى واحد. والله يا خاوتي والله يا شي لكم ليكم راكم تعاونوا معولين عليه هذا البترول والغاز هذا، والله تضلوا تشوفوا فيه كيفاه يديو فيه قدام عينيكم، تصاكم كيف اسمه كي سوريا، كيفاه الارهابيين يهزوا في الغاز وفي البترول يبيعوا فيه وما يتفرجوا ما ينجموش يقدموا. هاو قلنا لكم انتوا الانسان احنا رانا قلنا ونعاودوها، رانا نذرناكم ونعاودوها. واللي يقول يدزوا معاهم كيما قال واحد، الخبر يجيبوه الدواله، الخبر يجيبوه الدواله. فوالا اتوتالور.